السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أتكلم عن موقع أدوبي سبارك. هذا الموقع يساعدنا على أن نسوي تصاميم حلوة واحترافية بطريقة سهلة ومبسطة، ما تأخذ منا الكثير من الوقت والجهد. أدوبي سبارك هو واحد من برامج شركة أدوبي اللي مسوية برنامج أدوبي فوتوشوب. ميزة هذا البرنامج أنه يقدم لنا ثلاث خدمات من خلالها نقدر نسوي بوست أو بيج أو فيديو. تقدرون توصلون لهالبرنامج بطريقتين، يا اما تدخلون الاب ستور سواء كان اندرويد او ايفون وتنزلونه من خلال الاجهزة الذكية، او انكم تدخلون على موقعهم مثل ما انتم شايفين فوق spark.adobe.com. ادوبي سبارك اول ما تدخلون لازم تسجلون في هذا الموقع، والتسجيل سهل ومجاني. تقدرون تسجلون عن طريق الايميل وعن طريق الفيسبوك وايضا عن طريق ايميل الخاص في موقع ادوبي اللي مسجلين في ادوبي. هذا الموقع يشتغل على الفيديوهات والصور، ويعطيك ثلاث خيارات تسوي فيديو ولا تسوي بيج صفحة انترنت، او انك تسوي صور. اللي هو عبارة عن بوست، انا راح اختار البوست اللي هو يعتبر ابسطهم، من خلاله اقدر اسوي ديزاين بطريقة سهلة تتوافق مع المواقع اللي راح استخدمها سواء كانت انستغرام او تويتر او غيرها من المواقع. اخترت طبعا هذه الصفحة الرئيسية مثل ما انتم شايفين. بعد ما تسجلون الدخول راح تشوفون هذه الصفحة وفيها هني ديزاينات موجودة، ايضا تقدرون انكم تستخدمونها. وهذيلا قدامكم راح تشوفون الخيارات جرافيكس التصاميم والوي ويب بيج صفحة الانترنت والفيديوز. انا راح ابلش في التصاميم. طبعا هني مثل ما تشوفون حاط لي تصاميم حق الفيسبوك وتويتر موجودة وجاهزة، وفي تصاميم موجودة للانستغرام، وايضا في تصاميم اخرى موجودة. كلها اقدر استخدمها من جديد، واقدر اني اغير الاسم او الصورة او اني اضبط الصورة بالشكل اللي يناسبني. لكن اللي حاب يسوي تصميم من جديد راح يروح للخانة هذه start from scratch. اي شيء تبون تبلشون فيه من الصفر، تبون تسوون صفحة جديدة، تدشون على الخانة هذه. مثل ما قلنا راح اختار الجرافيك، حاط لي الخيارات اللي انا الاحجام اللي ابيها. اول شيء ابي اروح انا للكالرز، ابي اختار اللون الابيض. هذه الصفحة، هني اقدر اسمي البروجكت مالي او الصورة مالتي. لكن نبلش من اول شيء هني الاد، مثلا ابي اضيف تكست نص. راح اسمي النص حب الوطن دان، مثل ما انتم شايفين هذا هو النص. ممكن ان هني نتحكم في الخطوط، لكن في هذا الموقع لعيب ان ما في تنوع للخطوط العربية. شفنا اد، وممكن اني انا اضيف صورة، في صور مجانية، ممكن احمل صور او ممكن انزلهم من دروب بوكس، ممكن من خلال الجهاز او من الانترنت اني انزل صور واضيفها، او ممكن اني اضيف مثل ما انتم شايفين هني عندي رموز اقدر اضيفها، او احط بالبحث شنو الرمز اللي انا ابيه.
والألوان أنا راح أختار اللون اللي أبي. نختار هذا اللون أو ممكن أختار هذه الألوان وأسوي تبديل، أتحكم بالألوان هني، أختار الدرجة اللي أبيها، مثلاً أبي هذه الدرجة، أو بختار من اللون الأحمر فوق، سيف. وعندنا هني كذا لون نقدر نضيفه، راح اختار هذا اللون. والخانة هذه خانة الديزاين، في راح تلقون تصاميم جاهزة تقدرون تضيفونها بعد على التصميم مالكم. عديد من التصاميم الحلوة والجميلة، مثلا راح اختار هذا التصميم او هذا او هذا مثلا. شوف نفس الطريقة، دائرة والنص بالنص ينحط. مثلا انا اخترت هذا التصميم. وهني نرجع للالوان، ايضا هني اقدر اتحكم بالالوان، الوان التصميم اللي اخترته. اخترت مثلا هذا هذه الالوان. هني هالخانة هذه اللي تقسم التصميم مالنا، وعندنا تقسيمات عديدة مثل ما انتم شايفين. راح اشوف مثلا نفس طريقة التصميم اللي عندي او هالطريقة، شوفوا شلون تغير الشكل، صارت الكتابة عندي أوضح. فهي أشكال والوان تقدرون تشوفون اللي يناسبكم، وهني نتحكم بأبعاد التقسيمات، نفس الشي فوق. وتحت ريسايز نقدر نسوي ريسايز حق الصورة، اقدر اعين الحجم اللي ابي، اذا ابي مثلا حق الانستغرام او الفيسبوك او تويتر. نشوف هني هذا الانستغرام والفيسبوك، وهذه الصفحة الرئيسية لليوتيوب، أقدر أخليها صفحة رئيسية للفيديو اللي بشغله باليوتيوب. أيضا سناب شات، ستوري، عندي خيارات كثيرة، أقدر أني أختار الحجم اللي أبيه مناسب حق أحد هذه البرامج أو المواقع. اخترت أنا حجم إنستغرام، صارت الحين الصورة عندي مناسبة للإنستغرام. انزل راح أطلب إضافة صورة، find free، مثلا أبي صورة sun. نقدر من find free photos
تحطون الشيء اللي انتو تبحثون عنه، مثل ما انا سويت كتبت كلمة تان طلعت لي صور عديدة، فين بختار هذه الصورة. أرجع مرة ثانية فوتو فايند فور فري فايند فري فوتوز، اخترت هذه صار عندي مشكلة، فراح أضيف صورة أخرى فايند فري فيديوز. مثلا راح اختار هذه الصورة. طيب همن مع هذا نقدر احنا نسوي فلتر للصورة. ممكن الفلتر نفس الصورة اللي اخترناها هذه هي بدون تأثير، وممكن احط لها مثلا هذا التأثير، ممكن أخليه اللون السطوع خفيف شوي، هني تشوفون السطوع أقوى. فميزة هذا البرنامج أن أنت تقدر تتحكم، وإذا ما أبي أي شيء من هذيلة أرجع لهني، لكن أنا أفضل أستخدم هذا الفلتر. والألوان اللي اخترناها بالبداية، بكذي احنا نكون شفنا أغلب الخانات. ومثل ما انتو شايفين طريقة التصميم جدا سهلة. شوفوا شلون تغير عندي على الكتابة، صارت بهالطريقة وعطاني نفس اللون، هذا اللون البنفسجي على صورتي الموجودة. شوفوا التصميم جاهز، اختار التصميم مثلا انا افضل هذا التصميم. جدا استخدامه سهل، فأبيكم تشوفون أنه ما تتعبون في هذا التصميم. مثلا أنا اخترت هذا التصميم، أبي أسوي له سيف. ما طبعا ماي بوست بوتن، هني اقدر اسوي له سيف. حتى ايضا اقدر اسوي له شير لأي إيميل أو موقع أبي أدز له هذه الصورة. عندي شوي التحميل بطيء، فراح أرجع مرة ثانية. للموقع.